شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس السويسرية. وخلال جلسة تحت عنوان الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ، استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ نوفمبر القادم مصر، واضحا أن هذه رؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية ويجعل تحقيقه في المتناول.